من بداية التفكير والحلم أول محطة في حياتك إلى مرحلة العمل والخروج في سوق العمل ومحاولة تنفيذ الحلم هذا، هي بداية حلم حقيقة في عقل الطفل الصغير وفي عقل الشاب في عقل الكهل. لكن الفرق بين اللي يحلم ويكمل حلمه واللي يحلم ويقوم من النوم ويروح ينفذ عمله. عمان بلد جميلة رائعة، وبلد تحتاج إلى كثير من الأفكار، كثير من الإبداع، كثير من عمان ما زالت أنا أعتبرها بلد بكر لكل شيء. لو فكرت تبيع حتى أقل القليل راح تجني منه ربح. طبعا هذا بالنسبة للاستثمار كنجاح أو لا. كأول محطات هي محطة الدراسة طبعا والعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين يعلمون الذين لا يعلمون. العلم شيء جميل في حياة أي إنسان، بمجرد أنك أنت تطور نفسك هي بداية أول محطة في حياة تطوير الذات. درست طبعا كلية المعلمين في بداية حياتي، وبعدين رحت كملت في كلية ماجان، رحت درست كملت الماجستير في جامعة هل بريطانية، كملت الدكتوراه في جامعة برونيل في الاقتصاد. هذا الجانب التعليمي. الجانب الأعمال بديت طبعا القصة المعروفة من مكتب صغير وكذا، وبعدين بديت في عمل شركة اتصالات. كانت شركة حصلنا الحمد لله على ترخيص من الدرجة الأولى كمشغل في عمان بمرسوم سلطاني من مقام السامي. صادفنا بعض العراقيل وبعض الصعوبات، اضطرتنا بعد 4 سنوات إلى بيع الشركة طبعا بثمن بخس، دراهم معدودة، لكن هي كانت فصل من فصول الحياة أو محطة من محطات الحياة. توقفنا فيها فترة 5 سنوات. طبعا اتجهت للجانب التعليمي، توقفت، رجعت من هناك بديت في عمل في التفكير في البناء والتشييد، لأن يمكن أعتقد بزنس الوحيد اللي التحدي فيه متعادل، ما في ميزان قوى. في عالم البناء والإنشاء والتعمير والاستثمار الفرص متكافئة نوعا ما. العرقلة عليك وعلي، وكنا نشتكي من نفس الهم، هم البيروقراطية وهم العرقلة وهم. ففي هذا المجال أنا قدرت إني، لأن أنا دائما أحب في أي منافسة تكون في تكافؤ. يعني إذا في منافسة لعمل معين، لبزنس معين، لتجارة معينة، خليني في مكان أكون على الأقل أنا والبقية في نفس المستوى، وهناك يبدأ التميز الحقيقي. المجال الاستثمار هذا مجالي، مجال العمل وخلق أفكار جديدة وصناعة شيء جديد، هذا مجال، يعني هذا عالمي. إنزين أقدر، يعني أقدر إني أشتغل فيه بأريحية بغض النظر هيش من الصعوبات، لأن الاستثمار فيه استثمار موجه، استثمار واضح. حتى بيني وبينك، يعني أنا كنت دائما في كثير من المحافل أقول بصوت مرفوع، أقول لهم يا أخوان صنعوا تجار. صناعة التاجر، أنت لما تصنعي تاجر تصنعي دولة، تصنعي منظومة متكاملة. أنت تصرفي على المدرس عشان يكون مدرس، تصرفي على الطبيب إن يكون طبيب، تصرفي على المهندس إن يكون مهندس. أنت لما تصنعي فرد تاجر يبنالك مدرسة يعين فيها 200 مدرسة أو 300 مدرس، يبنالك مستشفى يعين فيه آلاف الأطباء، يصنع أنت يبنالك مصانع يتعينوا فيها آلاف المهندسين. فالأفضل والأجمل والأحسن إنك تصنعي تاجر، لأن التاجر هو اللي يبني البلد. التاجر يبني مش بيده ولا برجله، بفكرة. أنت تحتاجي فكر، الفكر هو اللي يصنع لك مع تنفيذ. فإذا اكتملت في الشخص الجانبين، جانب التنفيذ وجانب الفكر، أنت خلقتي مدينة، خلقتي حياة.
فصناعة التاجر هي أنبل وأجمل وأفضل تجارة. وبعدين شوفي التجار ما ممكن أنك تصنعي أي تاجر. صلي على رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مية لا تكاد تجد فيهم راحلة، القيادة في جمل واحد يقود الجمال خلفه كلهم. زين، اليوم ابحثي عن هذا الشخص، فما بالك إن الحياة عطتك ناس أنت ما صرفتي عليهم، ما تحبتي عليهم، مجرد إنك تجيبيهم وتحتويهم فقط. وهذا يعني إزاي اكتشفوا؟ من الحياة. الناجح ناجح، الناجح الحياة هو يفرض نفسه على الحياة. النجاح عفوا ترى مش بالكلام، أنا أكون الأصمعي في حديثي، أكون امرؤ القيس في أشعاري، أكون كذا في كذا في كذا. هي شوف، هي عفوا لما نتكلم حن عن ميسي كلاعب كرة، هو رجل محترف، محترف قدم. في الحياة هذه مليون ميسي في مجالاته، في مجال الصناعة ميسي. بحثي عن ميسي في الصناعة، في التجارة، في الزراعة. ليش تروحي عند الدكتور الماهر؟ آلاف الدكاترة موجودين، لكن يوصفوا لك في الدولة الفلانية في المستشفى الفلاني دكتور جيد، روحي معه. كذلك التاجر. عمان ولادة، عمان ولادة، عمان تحتاج الشباب احتواء، انت تحتويهم. بعدين شوفي، مع احترامي لكل الصناعات، تصنع لي تحتوي لي وحدة او واحد يعمل لك محل شوكولاتة، ما قلنا شيء، هذا جميل وهذا جميل، لكن انت ركز على الكور الاصل، التاجر اللي بصفة عامة. احنا يقولنا مستثمرين من دول خليجية قريبة يبنون لنا المولات، يبنون لنا كذا، يبنون لنا كذا، يبنون لنا، يبنون لنا. هذول الناس ألا ما خلقوا في أثاميهم ملاعق من ذهب، ألا دولهم احتوتهم، صنعتهم، بعد ما صنعتهم انطلقوا، راحوا جو هنا جو كل مكان، سافروا فخلقوا ميادين واستثمارات للدولة الأم، فصار الدولة هذيك إن هذا الاسم مربوط بالدولة الفلانية، هذا التاجر من المكان الفلاني، هذا صاروا هم حملة. بعدين شوفي التاجر، شوفي كل الدول اللي دخلها الإسلام بالسيف طلع منها، لكن كل الدول اللي دخلوها الإسلام بالتجار ظل فيها. ليش؟ لأن التاجر خلق وأدب، يفرض قيم، يفرض، والقيم ما تتغير. أنت محتاجة صناعة التاجر وليس صناعة المدرسة. المدرسة بيصنعها التاجر، وبيصنع نفس التاجر المستشفى، وبيصنع نفس التاجر، وبيخلق لك وظائف 2000 وظيفة، 3000 وظيفة أنت صرفت عليه هو شخص، لكن هو خلق لك آلاف الأشخاص. إحنا للأسف ما عدنا صناعة تاجر، وإذا صنعنا تاجر صنعنا موظف وخلينا تاجر غصبا عليه يكون تاجر. ما ممكن يا رجل، ما ممكن يكون تاجر. والدليل الآن في هذه الفترة، شوفي حجم الانكماش في السوق التجاري الآن، حجم الانكماش في عدد التجار اليوم، اللاعبين قلوا لدرجة حتى تحصلي 5 6 7، لأنهم أصلا مش تجار. هلا فرضتهم الطبيعة، حصلوا مبالغ، باعوا أرض، اشتروا أرض، اشتروا محل، محلين ثلاثة أو عمارة، فصاروا على أنهم التاجر. مش كذا، التاجر يطلع مثل البزق، مثل الفقر، مثل الشهب، يخرج في الليلة المظلمة ينور البلد. لو عندك 7 تجار 8 تجار يبنوا لك مشاريع متميزة في البلد، أنت ما تحتاج شيء. لذلك صناعة التاجر واحتواء التاجر، وهم تشوفي صناعة، لما يكون تاجر صانع قرار، صانع قرار ورجل في قمة، في قمة مؤسسة اقتصادية تدير، شوف الناتج للدولة كم بتستفيد الدولة منه. عباءة ابن خالي وابن عمي وشمقي وكل حد يجيب، هذا ما تصنع اقتصاد، هذا اقتصاد يسموه اقتصاد يومي،
يخرج ويغيب. فترة حياته هي فترة الساعة 6 الصباح إلين المغرب الساعة 6 المغرب، مع 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 غروب شمسه غربت حياته خلاص ما عاد. أنت تريدي شخص يضيف للحياة شيء، يخلق لك من اللا شيء شيء، يخلق لك من ال من ال من المستحيل ممكن. شوف التاجر ماشي في حياته مستحيل، ماشي في حياته ما ممكن، ما يعني إذا اليوم يأتي أنت بيأخذ من الجانب الصناعي، للأسف أنا من 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 جيت على الدنيا أعرف بعض الصناعات الموجودة في عمان ولا عرفت عنهن شيء إلا الآن، نفس الصناعات X Y Z. إنزين ماشي ما في ليش؟ لأن هذولاك الناس جو في بداية السبعينات حصلوا احتواء اشتغلوا ظلوا باقين. إنزين اليوم 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 الفرص الاستثمارية موجودة، الشباب عندهم قدرة إنهم يقدموا، عندهم قدرة إن يعطيهم، احتويهم ابحث عنهم بين السطور. لا تجيب لي موظف أخليه تهجر أو موظف يرشح لي يا مدير يروح يستوي رائد أعمال يروح قائد، هذا ما القائد يولد قائد، القائد يولد قائد. لا تحيي أنت ميت، الميت ما ينحي، بتحييه فترة وبمجرد أن تطفي شمسة أو العوامل اللي ساعدته على النمو وقف خلاص ما عندي شيء قدمه. لذلك احنا اليوم في مرحلة جميلة، مرحلة هذه النهضة، هذا العهد السامي، هذا العهد الزاهر لجلالة السلطان صاحب الجلالة، يشجع الشباب يشجع الناس انهم يكونوا قادة. صاحب الجلالة القائد الاول في عمان، القائد المنفرد، انا اعتبر صاحب الجلالة ملهم بالنسبة لي، لان لما اشوف تاريخ عمان في خلال 47 سنة واشوف ما وصلنا اليوم احس عمان مش ولاده بس، عمان مصنع للرجال، واول الرجال اللي صنعتهم عمان صاحب الجلالة. زين في المقابل في رجال اخرين يحتاجوا احتواء، ما احسدك انا، ما احمل الغل عليك لانك انت ناجح، لا ليش احمل الغل؟ انا احقد عليك لانك انت ناجح ليش؟ بالعكس انت اليوم يعني احنا نشوف في الشارع السريع على سبيل المثال، تبدا من بدايته تحصينا مجمع مدينة الفراهيدي، بعدين تمشي في النص تلقى مدينة بي بي اتش الصناعية، تمشي قدام تحصلي مجمع مدينة المهلب. انزين المشاريع الرئيسية من غير الحكومية هي مشاريعنا احنا اللي في الشارع السريع، طبعا من غير مشاريعنا الأخرى، المدينة السوق الشعبي، الحين المدينة المائية، فنادقنا، أبراج بي بي اتش، مشاريعنا الصغيرة. يعني أنا ما حصلت رأي، لا حصلت أرض من الحكومة، لا حصل دعم مالي، لا حصل، ما حصل شيء، أطيح وقوم أطيح وقوم أطيح وقوم وارجع وقوم وارجع وقوم من نفسي. لكن تخيلي لو بس لقيت أحد يمد لي بس يد، إن هذا الجهد لو حصلت حد يدعمني ولو بشيء بسيط يا معودة، حتى الكلمة الطيبة ما يدعموك فيها. أنا يجوني في اليوم 15 أشخاص المكتب يقولوا لي انت مجنون تشتغل هذه المشاريع، السوق ميت، هذه مشروع الواحد انا من انولد الى ان اموت لو قدرت اسوي واحد من هذول. قلت له انت ما بصاحب همه، انت ما بصاحب همه، صاحب الهمه يعمل. انا لما جيت من بعد الدراسه لقيت الناس محبطين والدي بحكم ابنك طاح، ابنك خلاص، ابنك كذا، ابنك كذا. فأول مشروع سويته بعدهم خلصت الدراسة، بنيت لوالدي عمارة بنص مليون، وبنيت مسجد جنب بيته، وبنيت لمجلس من أفضل المجالس في الشرقية. قلت له هذه ابنك اللي طاقت، هذه هدية لك. زين كيف حجم الراحة؟ لأن بر الوالدين هو عبادة وأسمع عبادة. فأنت الرضا الوالدين ورضا الله سبحانه وتعالى والثقة في الله. لكن أنا أعيب وأنت يعني أتمنى إن البلد تربي أولادها الحقيقيين اللي هم، يا أخي ما بشرط، أنا ما شرط إن أكون ناجح في كل شيء، قد أكون ناجح في التجارة لكن ما ناجح في الطب، قد أكون ناجح في البزنس ما أكون ناجح في الهندسة صناعة الطائرات أو
أنا هذا مجالي، أنا لاعب ماهر في هذا الشيء، فلا تعطيني، لا تكسر لي مقاديفي وتقول لي والله أنت ما ممكن، أنت ما بتنجح. يا أخي إذا أنا نجحت وشفتني نجحت من دون لا حول ولا عون منك، على الأقل شني يقول لي والله أنت نريدك نبراس لهذولا، أريدك تكون كذا كذا. شوف حجم الإنتاج، والله لو عندنا 5-6 يبنوا مثل هذه المشاريع، صدقيني لا نحتاج لا لفلان ولا من علان يجينا يبنى لنا في بلدنا. احنا قادرين، مثل ما وصلنا الى شرق افريقيا، مثل ما وصلنا الى العراق، مثل ما وصلنا لما الناس كانوا كلهم في ظلام دامس، العمانيين كانوا اصحابين اساطيل. انزين احنا اليوم احنا احفادهم.